كمدرب بقى لمنتخب مصر مع الكابتن حسام البدري، يمكن انتوا ما تعرضتوش للهزيمة وقضيتوا مع منتخب مصر مباريات كويسة، وكان حتى في طريقكم للوصول لكأس الأمم الأفريقية والتصفيات كأس العالم، قيم لي التجربة دي وليه ما استمرتش رغم ان ما تعرضتوش للهزيمة. عشان الناس ما بتحبناش. مين الناس؟ الناس الشارع المصري. انت اتظلمت في لا طبعا طبعا طبعا. خلي بالك، بص، كابتن حسام مدرب محترم جدا، بتمنى له كل التوفيق في التجربه الجديده. كان دايما الناس بتقول ان في مشاكل كتير ما بيننا، وهو طلع اتكلم اكتر من مره وممكن يطلع. انا الحمد لله انا عارف شغلي كويس قوي، وعارف دوري كويس قوي، والحمد لله انا يمكن في الفتره دي كلها انا ما طلعتش اتكلمت في اي حاجه. ناس كتير كانت بتحاول تكلمني عشان تعرف اي معلومه، وانا الحمد لله والشكر لله طارق مصطفى متربي كويس قوي. اي مكان بتحط فيه، انا اشتغلت مع كابتن طارق يحيى 7 سنين، 7 سنين كلهم كانوا نجاحات، بتكون اضافه كلهم كانوا نجاحات للمدير الفني. انا ببقى عارف دوري كويس قوي، بسام ما بتعدهوش، ولكن احنا في مباريات كتير ما اديناش فيها بشكل كويس، ولكن انت عارف الفتره دي كانت ظروف كتيره جدا خارجه عن ارادتك، كورونا. احنا عندنا، انا بقول احنا كان عندنا حاجتين ما تعاملناش معهم بشكل كويس. انا كطارق مصطفى الناحيه الاعلاميه ما عرفناش نتعامل مع الاعلام بشكل كويس، وده ليه دور مهم جدا 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 في مصر. ده سبب من الاسباب. سبب تاني حاجه ترجع لنا احنا، ان احنا في وقت من الاوقات كان لازم نعمل ماتشين ودي، كان عندنا الوقت ان احنا نعمل ماتشين ودي وما ناخدش بيهم فيهم الاهلي والزمالك، وبصراحه كنا محضرين على كده، ولكن ايه اللي حصل في الـ في الـ في الكواليس انا ما اعرفش، لان في حاجات كثيره جدا 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 كانت بتبقى بين المهندس احمد مجاهد وكابتن حسام البدري، احنا حتى كجهاز ما نعرفهاش، لان دايما في حاجات بتبقى المدير الفني والمسؤول بتبقى انت بعيد عنها، يعني زي ما بيكون مدير فني مع الاداره الجهاز بيبقى بعيد شويه.